كيك شوكولاتة والمايونيز، ومقادير الكيك 1.5 كوب قهوة، 1 كوب كاكاو، 3 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، 2 كوب سكر، 3 بيض، 1 كوب مايونيز، و1 معلقة صغيرة روح اللوز. وبالنسبة للفروستنج 3 أرباع كوب زبدة، 4 كوب سكر بودرة، و1.25 كوب رقائق شوكولاتة. هنبتدي بالكيك. هنضرب البيض والسكر مع بعض الأول، وبعد كده هنزود لهم المايونيز ونضرب تاني. دلوقتي هنضيف المايونيز، والمايونيز بيبقى زي بالظبط لما بنحط البيض والسكر الاول، وبعد كده نزود لهم الزيت شويه شويه، بيعمل ايمالشن او حاجه شبه المايونيز. فاحنا كده بنحط المايونيز جاهز على طول، وهنضربه مع البيض والسكر الاول، وبعد كده هنضيف بقيه المكونات. هنحط الدقيق، البيكنج سودا، بيكنج باودر، الملح، روح اللوز، والكاكاو، وآخر حاجة هنحط القهوة. دلوقتي هنقسم العجين أو خليط الكيك على صينيتين متجهزين بالزبدة والدقيق. وهندخلهم فرن بدرجة حرارة 160، وهيقعدوا في الفرن حوالي 30 دقيقة. دلوقتي نعمل الفروستنج. هنضرب الزبدة الأول لحد ما تبقى هشة، وبعد كده هنضيف لها السكر البودرة. هنضيف السكر البودرة ونضربها، ولو احتاجت ممكن نضيف لها شوية لبن. كده الفروستنج كمان جاهز. هنحطه في كيس حلواني. وبعد كده هنجيب الكيك وندورها مع بعض. ده بيكون شكل الكيك. هنحط شوية من الفروستنج بين طبقتين الكيك. بعدين هنحط الطبقة التانية. ونبتدي نزورها. وهنحط
رقائق شوكولاته